مرحبا يا حلوين، كيف كان بهذا الفيديو؟ أنا أبدا مو مبسوطة بسبب الزلازل اللي عم تصير في تركيا وسوريا، وأنا كتير صراحة زعلانة، والله يعين أهلنا اللي بسوريا، الله يرحم جميع الشهداء اللي ماتوا بالزلزال بسوريا. وهلا إحنا بتركيا، تركيا هون كمان في زلازل بس يعني انه قوية بتكون، بس الحمد لله هاي يعني هي من عند الله، شو بدنا نعمل. وبس حبيت اخبركم انه انا كتير بحبكم، وشكرا كتير على السؤال عنا وتطمن عنا. انا هون قاعدة في تركيا بس احنا برا البيت خالص، يعني انا مو بالبيت وما احسن سر صور لكم يعني بسبب الزلازل عم تيجي من عند رب العالمين. وبس الله يرحم جميع الشهداء اللي ماتوا بالزلازل بتركيا وبسوريا، وبس بدنا دعواتكم اهل سوريا والجميع البلدان اللي عندهم الزلازل. وبس حبايبي حبيت اني اخبركم بهذا الحدث، اكيد كلكم تعرفوا بس حبيت اطمنكم عني.